صباح الخير على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميت غاديو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا اليوم في آخر حلقة من برنامجكم صحة وسلامة في العام 2015. اليوم الختام غادي يكون رفقة الدكتور مصطفى الودغيري، طبيب أخصائي في الطب الباطني وأمراض الشيخوخة. صباح الخير دكتور ودغيري، أهلا وسهلا بك. صباح الخير أختي. ختامها مسك، غادي يكون معك اليوم إن شاء الله. سنة سعيدة لجميع طاقم ميت غاديو وجميع المغاربة. كل عام وأنت بألف صحة وسلامة إن شاء الله. اليوم الحلقة غادي تكون مفتوحة معاك دكتور مصطفى الودغيري، وهي فرصة لكل مستمعين الكرام اللي بغاو يطرحوا أي سؤال عنده علاقة بالأمراض الباطنية بأمراض الشيخوخة كذلك. فأرقام التواصل معنا مفتوحة دائما 05 22 46 72 50 51 أو 52. كيمكن لكم دائما تواصلوا معنا عن طريق الرقم 5080، وما عليكم إلا تكتبوا كلمة صحة SHA كتخليوا فراغ صغير وكتبعثوا بسؤال ديالكم في رسالة قصيرة SMS للرقم 5080. فدكتور مصطفى الودغيري، اليوم إلى كنا بغينا نتكلموا احنا طبعا غادي نجاوبوا على كل تساؤلات ديال المستمعين الكرام اللي غادي تجي خلال الحلقة على الهواء مباشرة، ولكن قبل ربما كان خصوصية يعني هذه الأيام لما كنعيشوها والأجواء والمناخ، يعني ماشي فقط غير المغرب وإنما راه هي يعني كنشوفوا حتى عدة ظواهر فيها فيضانات، فيها ربما بزاف كاين بعض الدول اللي بدات كتب لهم ربما مؤشرات ديال الجفاف أو لهذه الأمور، ولكن الأكثر أهمية هو التأثير ديال هذا الشيء كله على الصحة ديال الإنسان. ربما كاين أمراض ولا مشاكل صحية اللي هي ارتبطة بهذا المناخ. كأخصائي في الطب الباطني وأمراض الشيخوخة، شنو هي الأمراض اللي كتشوفها يعني خصوصا في هذا الموسم وفي هذا المناخ اللي احنا كنعيشوه دكتور مصطفى الودغيري؟ نعم، كيف ما شفت الأخت عفاف، يعني هذا التقلبات الجوية اللي كيشهدها العالم بإسره وخصوصا بلادنا المغرب كذلك، الناس فعلا أكثر عرضة مجموعة الأمراض. هناك مجموعة الأمراض التعفنية، أمراض التعفنات ديال الصدر أو الزكام، ومشاكل اللي كتقدر تسبب الناس من بعد ناتجة على الزكام. ففعلا أنه كذلك مجموعة ديال الناس اللي عندهم أمراض مزمنة كيكونوا أكثر عرضة أن ذاك الأمراض تقدر يعني وفيها مضاعفات نظرا للتعفنات اللي قد تصيب الجسم، سواء خصوصا كما نقصده يعني خصوصا التعفنات الأمراض الصدرية كالبرونشيت كاسمه البرونشيت أو المشاكل ديال الزكام لغريب. فهذه كلها كيكون عندها تأثير سلبي على صحة الناس وخصوصا الفئة ديال الأطفال وفئة ديال المسنين، أكثر عرضة وأكثر يعني قابلية أنه الأمراض ديالهم اللي عندهم أصلا أمراض مزمنة اللي هي كتقدر تكون في واحد الحالة ديال نقول السبات او حاله ديال انه سيرتان اكيليبر، فيقدر انه مع الامراض اللي قد تصيب الجسم هاد الامراض المزمنه يقدر يكونوا مضاعفات من بعد، خصوصا امراض السكري، بعض الامراض مرض ارتفاع الضغط الدموي او امراض القلب والشرايين، مشاكل بعض الامراض الروماتيزم او بعض امراض المناعه الذاتيه. فهنا يعني الاشخاص خصهم ياخذوا الحذر ديالهم، تكون متابعه سواء ديال الامراض المزمنه، ولكن كذلك في بعض الحالات ان كنضطروا انه نديروا يعني حتى التلقيح كما كنا تكلمنا على التلقيح ديال لي فاكسان كونتر لا غريب. نعم، مازال الوقت، مازال الحال عليها ممكن تغيري، ممكن خصوصا عند الاشخاص المسنين باقي نقدروا نديروا لي فاكسان يعني التلقيح ضد الزكام، ممكن نديروه في شهر واحد، ممكن حتى نوصلوا حتى لشهر جوج، يعني باقي كاينه الامكانيه، لان كنعرفوا ان الزكام اللي يقدر اي شخص انه يتجاوزه بسهوله بعد ربما ربع ايام او خمس ايام، بالنسبه للاشخاص المسنين يعني يقدر انه يكونوا مضاعفات صدريه يكون مشاكل تقدر تنتج على هذا التعفن والتعفنات اللي قد توقع. نعم دكتور مصطفى الودغيري، ربما بعض الأمراض اللي عندها علاقة بالمناعة الذاتية، نعم، كتشوف على أنه في هذا الجو ممكن الحدة ديالها تزيد أكثر؟ بالضبط، جميع أمراض المناعة الذاتية كنا تكلمنا في حلقات سابقة على أمراض الروماتويد، مرض ديال الدئبة الحمراء لوبوس، تكلمنا على مرض الاجتفاف لسندروم جوغرين، تكلمنا على أمراض أخرى كالتصلب الجلدي لاسكليروديرمي، واحد مجموعة ديال الأمراض تكلمنا عليها. الأمراض كاملين كيكون واحد النوع ديال ان سيرتان ايكيليبر، يعني توازن في الجسم مع الادويه، لكن اي كيفما كان التعفن سواء التعفن ديال الامراض الصدريه كيفما كنشوفوا او تعفنات اخرى في الجسم في الجلد او في الجهاز البولي، فهنا كيجعل داك المرض يقدر ما يبقاش مستقر ويقدر يبانوا مضاعفات كيفما كنقولوا لا بوسي دو لا مالادي، يعني المرض كيقدر يتجهد او يقدر يعني الحالات ديال المريض يقدر يحس بالعلامات اكثر في هذا الوقت هذا. نعم، غادي نتواصل مع المستمعين الكرام وارقامنا مفتوحه، مرحبا بكل
اسئلتكم في حلقه مفتوحه رفقه الدكتور مصطفى الودغيري طبيب اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه. في اول مكالمه معنا غادي نمشيو باش نتواصلوا مع زكيه على الخط. اهلا وسهلا بك زكيه، صباح الخير. اهلا، مرحبا بك زكيه. ربي يخليك، سنة سعيدة عليكم كاملين، على جميع الخطاء، على كل شيء. شكرا لك، نقول لكم بالصحيحة وكيف تمنوا إن شاء الله. يا رب يا رب، والصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. تفضلي زكية. صباح الخير دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا. كنشكرك بزاف على هذا الشيء، الله يجازيكم بالخير. مرحبا، هذا واجب. ويجعلوا لكم في ميزان مقبول إن شاء الله بعون الله. الله يبارك فيك. الله يخليك دكتور، أنا كنعاني من إيديا كتنمر عليا بزاف وكتعطيني الصداع. من تقريبا هذه ملي كنت حامله ديال البنيته ديالي عندها خدمتها قريب تكمل 6 سنين. ومشيت للطبيب، دوزت عند الطبيب عام، قال لي بانك عندك فقرات شي هذا من داكشي من الفقرات عندك. مي تبعت الدواء، خرج لي ديك الفانيد بلا ما نذكر الرئيس ديالو بالاحمر، فيتامين. وعطاني فيتامين بي 12 وما دار لي والو، تقريبا خديت فيه. من بعد مشيت عند المختص العام والفقار وداكشي، قال لي ما يمكنش يكون عندك هذاك الشيء، لو كان عندك هذاك الشيء من الفقرات غيكون كيعطيك صداع، غيكون الفقرات ديالك كيعطيك صداع. ملي دوزت عنده داك الشيء ما دار لي والو، خرج لي واحد الدواء، انا زاد عليا عاوتاني صداع، عطاني حتى لي كانت كدرني غير الايد اليمين، دوز كدرني ليها صراحه حتى هي. نعم، كيفاش هذا الالم عندك؟ يعني الالم فقط في اليدين، منحصر في اليدين، ولا كينزل من العنق ديالك وكينزل في يديك؟ لا، ما كينزلش ليا من العنق ديالي، فقط في اليدين. بحال دابا الا كنت متكيه، بحال دابا غير عليها متكيه، غير جالسه كنت غير جالسه، شي حاجه كنت كنحس بها كتنمل، وهي ماشي ما كنتحكمش فيها، كنتحكم فيها مزيان. ماشي زعما كاين كترود هذيك التنمل كنحس بيه، ودابا الا نعست وهذا كنفيق كيفيق عندي الصداع. خصوصا في الليل، في الليل فاش كيتجهد عليك الحال اكثر من النهار. لا، غير انا نعست عليها حتى النهار، حتى هي اللي كنت متكيه. حتى في النهار كذلك. كيديرني. والصبعان ديال يديك كاملين ولا فقط 3 ولا 4 الصبعان الاولين؟ لا، اكثر كتشدني في يدي تقريبا من الكف ديال يدي. من الكف ديال يديك، نعم. ولكن اكثريه بحال دابا اللي كنت كنشكل البنيته ديالي بالصح. نعم. كيشدني من دوك جهه هذوك الاولين ديال الصبيعه. أيه. من تما كيشدني في هذاك الشيء، بحال كيبردوا في يدي. كيبردوا ولا يتقالوا. ماشي ما كنستحكمش فيهم، كنستحكم فيهم. نعم نعم. ماشي زعما كنقول لك رانا كيطرخوا عليا، ما كنقدرش نهزل شي حاجه، عندي فيهم القوه دي. ما درتيش واحد التخطيط كهربائي على اليدين ديالك؟ ما طلبلكش تخطيط كهربائي؟ زكيه مازال معانا؟ للاسف انقطع الاتصال مع زكي. ورجعنا دائما على ميد غاديو، برنامجكم صحه وسلامه. دكتور مصطفى الودغيري، كنا توقفنا في السؤال ديال زكيه. نعم. للاسف كان انقطع معها الاتصال، لان كنت سولتها واش عملات تخطيط كهربائي على اليد ديالها او لا، ما خديناش الاجابه. هي كانت قالت باللي في الحماله ديالها بالبنيته بان عندها هذا المشكل. البنيته اليوم في العمر ديالها 6 سنين، يعني المده ديال 6 سنين كامله، وزكيه عندها هذا المشكل، وهي شرحت الحاله ديالها ليك بالضبط دكتور مصطفى الودغيري. نعم. شنو الاحتمالات اللي تقدر تكون؟ نعم، الاخت زكيه عندها مشكل ديال التنمل في يديها. في الاول كان فقط في اليد اليمنى، اصبحت كذلك في اليد اليسرى. انحصر فقط في اليدين، يعني ما كيجيش ذاك الحريق اللي كيجي من العنق وكينزل اليدين، لان كاين حالات انه كيبدا الالم في العنق في الرقبه وكينزل في الكتف وكينزل اليدين. هذه كنسميو الفرنسي لا نيفرالجي سيرفيكو براكيال، يعني كيبدا الالم من العصبه ديال اللي كتجي من العنق وكينزل لك الالم هنا. كيكون في الغالب مشكل عنده علاقه مع لارتروز، يعني كيكون ذاك الاحتكاك ديال الفقرات ديال العنق. هنا الطبيب الاخصائي شافها واكد لها ان المشكل ما عندوش علاقه بالفقرات، لان دار الاشعه وشاف الفحص وقال ان ماشي مشكل ديال الفقرات. فالمشكل منحصر في اليدين. هنا ذكرتي الاخت عفاف، كنا تكلمنا في واحد الحلقه ماشي يعني مؤخرا على مشكل ديال النفق الرسغي، لو كانال كاربيان. بالضبط المساله اللي كنا ذكرنا، ان ذاك الالم والتنمل اللي كيحسوا به خصوصا بعد فتره الحمل او اثناء فتره الحمل، لان كيكون ذاك العصبه الوسطى اللي كدوز في هذا النفق جهه الكف. أيه. بلاصه فين كنديروا المكانه فعلا، فكاين واحد العصبه كدوز وكتضغط او كيكون عليها واحد الضغط. نعم. خصوصا من بعد فتره الحمل، او الناس اللي كيتحركوا بزاف كيخدموا بزاف يديهم، لي سكرتير ولا الناس اللي كيخدموا الكلافي بزاف، كيكون اليد كتحرك كثير. أيه. فكذاك العصبه اللي هي كتضغط وكيبدا الانسان يحس فعلا بهذا التنمل في هذا الشكل. ويذكرت انه خصوصا في واحد
هاد السبعه الثلاثه الاولين كنا تقلنا انا الثلاثه الاولين السبعه كيبداو يتنملوا في هذا الشكل وخصوصا اللي كبدات دير واحد الحركه كبدات تمشط البنت قالت فهنا دو يعني لما كنظن انه ممكن يكون عنده مشكل مع ديال النفق الروسغي كانال سينوم دو كانال كاربيان. يعني شنو المطلوب دابا زكي شنو خاصها دير دكتور؟ المفروض انها تشوف ديت واحد التشخيص بالتخطيط الكهربائي للعضلات والاعصاب لان كيعملوا واحد مجموعه ديال الاطباء الاخصائيين في امراض الاعصاب فغادي تشخص هذا المرض. ففي الغالب بغالب الظن انه هذا المشكل اللي كان التخطيط بين انه كاين هذا المشكل كاين ادويه كنستعملوا كيف ما كنا ذكرنا في الحلقه السابقه انه كاين حقن كيمكننا نستعملوها او ربما تكون عمليه جراحيه هي بسيطه وكيتعيد الضغط على ذاك العصبه. فيما اذا كان التخطيط الكهربائي كان عادي وكانوا التحاليل عاديين كذلك سواء التحاليل البيولوجيه او ربما يحتاج حتى سكانير ولا فهنا ربما يكون مشكل يقدر يكون مشكل كيف ما نقولوا ديال الضغط النفسي بعض الحالات كيعطي ذاك التنمال في هذه الحاله. ولكن دائما كيف ما كنتكلموا في كل مره كنقولوا دائما نشوفوا الجانب العضوي هو الاول حتى ما كانش مشكل عضوي هذا كنفكوا في الجانب النفسي. غادي نمشيو هذه المره ومن بعد زكيه في مكالمه اخرى هذه المره غادي نتواصلوا مع فاطمه على الخط معنا من اسفي. اهلا وسهلا بك فاطمه. انتي صباح الخير. اهلا وسهلا صباح الانوار. مرحبا بك. لك واحد السلام عزيز مع السبع الطاري من مراكش. شكرا لك فاطمه. الله يطولنا عمرك بنتي لان تبارك الله عليك كل من هو بغينا نسالوا عليك كتسالي عليه الدكاتره الله يجازيك بخير. شكرا وهذا واجب عليا فاطمه. والله بارك الله فيك الله يجازي الدكاتره كلهم اللي كينورونا وكيفيدونا والله العظيم الى عياده قبل بلا ما نمشيو الله يجازيكم بخير. شكرا لك فاطمه. بحال كنمشيو عند طبيب العياده الله يكثر خيركم. مرحبا بك تفضلي فاطمه. انا بنتي عندي صباح خير دكتور. صباح الخير اهلا وسهلا. الله يخليك. انا عندي من 2001 عندي دابا 14 سنه كان عندي التهاب المفاصل. وتقريبا قبل من هذا شي عامين ما كان باليش اي دكتور مشيت عنده من بعد ما كيورموا لي يديا وهذا وكنمشي ما بداني في لي بواني ديال اليدين. ومنين كنمشي ما حتى واحد ما شي عامين وانا كنقلب في التالي قالوا لي عندك التهاب المفاصل. منين بديت كناخذ الادويه ما الدكتور ما عطانيش الكالسيوم مع خليتي ماده الكورتيزون استعملت ماده الكورتيزون نعم وهذوك بقيت هذا كان خطا. بقيت كناخذ الادويه هذوك وكناخذ واحد الدواء واثر لي على عيني قالوا لي تقطعي قطعته عاود دابا كنجيب واحد الدواء اخر من فرنسا كنجيبه من برا. سمعتي الدواء اللي كيجي من فرنسا كل اسبوع خمسه تاع الحبات هذوك في الاسبوع عرفتو نعم نعم سيدي كنت كناخذ ثلاثه ودابا كناخذ خمسه نعم. دابا مؤخرا بانت عندي لاغتروز وسميتو الهشاشه ديال العظام. ملي كنمشي للطبيب كيعطيني الدواء ديال الهشاشه وكيعطيني الدواء ديال المفاصل ما كيعطينيش شي حاجه لاخطخوز واش ادويه كتنفسها ولا انا دكتور ما قاريش بزاف يعني ما نعرفش بزاف اكثر من الدكاتره. ولي كورتيكويد مازال كتستعملهم داك الدواء اللي كنا اللي كان تاكلو في الاول خمسه ديال الميليغرام اذا مده 14 سنه تقريبا وانت كتعمل لي كورتيكويد. كان في الاول ملي كانت الحاله شويه نفاق ما كان عطيني شي ثلاثه في النهار من بعدها بقيت كناخذ اي وحده 5 ملي غرام في النهار. والطبيب ما دارش شي محاوله باش يحبس هذه الماده الكورتيكويد باش يخلي لك فقط الدواء اللي كتجي من فرنسا واش دار شي محاوله؟ انا دكتور من بعد وقع ذاك الخطا هنا وليت نتبع عند واحد الدكتور اخر هو اللي قال لي هكا ودار لي واحد الراديو ديال قال لي باش نشوفوا الكالسيوم واش باقي كيتبت على العظام ولا لا. هو اللي نقص لي بزاف هذا وقال لي ديري شويه ديال لا مارش ولا ما كرهتش ديري السباحه وهذا وباش نحيدوا ديك الكورتيكويد. النتيجه بعدا ديال الكالسيوم شنو كانت فاطمه؟ شنو لقى الكالسيوم؟ لقاه كيتثبت في العظم ولا لا؟ لقاه كيتثبت واخا لقاه كيتثبت نعم ولا نعم المرض ما سمالكش الاسم ديال المرض قال فقط التهاب المفاصل ما قالش مرض روماتويد او ديال هو هذاك روماتويد واخا نجاوبوا ان شاء الله على السؤال ديالك. الله يجازيك بخير دكتور. دابا بعض المرات اللي كنكون هكا بعض المرات نعشه كنحس راسي بحال كتقلصني شي حاجه وكنقفز ولو في وسط الليل يعني ولو في الليل يعني كنقفز بحال ضربني الضو نعم في اي مكان من الجسم ديالي. نعم هذه مده طويله ولا غير مؤخرا هذا المشكل ديال النوم؟ لا مؤخرا وبدا الريق كينشف لي وعيني وليت كنحس بحال فيهم شويه الرمله. بالضبط كينشفوا عينيك ويشفوا لك حتى فمك شويه. نعم سيدي ما دارلكش داك التحليله ديال الفم خذا واحد العينه من الفم لا مازال باش يصيفطها للمختبر؟ لا سيدي هذه مازال هذه مازال. واخا نجاوبك واخا فاطمه نجاوبوا على السؤال ديالك. شكرا لك. اسمحوا لي طولت عليكم الله يخليكم. العفو. شكرا لك فاطمه وان شاء الله دعوتنا لك بالشفاء العاجل والقريب لك ولكل مريض ان شاء الله. تفضل دكتور بدغيري.
نعم أخت عفاف، بالنسبة للحالة ديال الأخت فاطمة أنها كتعاني مشكل روماتويد أو التهاب المفاصل المزمن منذ سنوات، يعني منذ 14 سنة. ربما في الأول كان ربما تأخر التشخيص، لأن كل ما كان التشخيص مضبوط في الأول كل ما غادي كنتو عندنا واحد خريطة الطريق اللي غادي نتبعو نعرفو الأدوية اللي غادي نستعملو. فعلا فمني كيكون في الأول يعني تأخير في التشخيص وما نعرفوش بالضبط شنو هو المرض، ربما كنبقاو بحال نقولو فرنسا أون تاتون، كنعطيو أدوية وربما كنعطيو فرضيات وكنعطيو داك المادة الكورتيكويد باش يحيد الألم، ولكن ماشي هو الحل، لأن الكورتيكويد فقط كينقص الألم ماشي واحد الدواء اللي غادي يحبس التطور ديال المرض. فمن بعد سنوات تشخص أنه فعلا مرض روماتويد، وكتستعمل هذا الدواء اللي كتجيبو في فرنسا هو ماده الهيدروكسيكلوروكين اللي كتجي من فرنسا عندنا في المغرب، ولكن في الدواء اللي في المغرب لا كلوروكين ربما كيكون شويه مضاعفات اكثر من ناحيه العينين. فكنحاولوا نجيبوا داك الدواء الاخر من فرنسا، مع الاسف باقي ما عندناش في المغرب، وكنعرفوا ان الثمن ديالو مرارا وتكرارا كناكدوا ان الدواء ما غاليش وان ممكن ان نحصلوا عليه، مع الاسف الى يومنا هذا ما كاينش. نتمنوا في 2016 نتمنوا يعني الدواء كيدير فقط 5 ديال الاورو، ماشي شي حاجه كثيره، ودواء ديال الشهر. الناس كيطلبوا مع الاسف هذه معاناه واحد مجموعه الناس اللي عندهم الامراض المزمنه خصوصا ديال المرض من عده تيك، كيطلبوا ان يجيبوا شي حد اللي غادي من فرنسا فعلا اوروبا باش يجيبوه، ولكن مع الاسف فكتستعمل هذا الدواء يمكننا نعصبوا من الادويه ديال لو تريتمون دو فون، يعني التريتمون اللي كيحبس تطور المرض. لكن اللي خصنا نعرفوا انه هذا المرض روماتويد كاين ادويه اخرى اللي كنستعملوا، من واحد الدواء سميتو الميتوتريكسات اللي كيحد من تطور المرض، هذا الدواء اللي عنده واحد الفعاليه كبيره، دواء مهم جدا. حتى الادويه ديال العلاج البيولوجي اللي كاين حاليا دائما كيقارن مع هذا الدواء اللي كيتسمى الميتوتريكسات، يعني موجود هو حقا عندنا في المغرب رخيص كيدام مره في الاسبوع، هذا كيحد من التطور ديال المرض. اذا كينفع في الحاله ديال فاطمه؟ كينفع بالضبط الحاله ديال فاطمه، انها كان ما عرفتش انا علاش ما عطاهاش الطبيب، واش كاين شي كونتر انديكاسيون، ربما كاين شي حاله، ولكن من الافضل كون استعملت الدواء هذا كان يمكننا انه لهاد مادة الكورتيكويد تحبس في اقرب وقت، لان دابا حاليا مع تطور العلم يعني لي ريكومونداسيون او التوجيهات ديال العلماء يعني في هذا المجال ديال الامراض الروماتويد كيقولوا انهم الافضل الكورتيزون او لي كورتيكويد بين 3 شهور حتى 6 شهور نحبسوهم. هذه على المدى، لان كل ما حاولنا نحبسو كل ما كنحدو مع المضاعفات ديال لي كورتيكويد، لان كنعرفوا ان لي كورتيكويد مع الوقت كيتسبب في مشكل ديال الشاشه. خصنا اليوم حلقه في برنامج بالضبط، نعم، ارتفاع الضغط الدموي، مرض السكري، مشكلة ربما ديال في الغده الكظريه اللي كنا تكلمنا عليها، كيوقف توقف وكيوقع خلل في الجسم، خلل يعني في الجسم كامل. فهي باقي كتسمى ماده الكورتيكويد، خص يداو التحاليل باش نشوفوا ماده الكورتيزون في الذات، واش باقا يعني هذه الغده الكظريه واش باقي كتنتج هذا الكورتيزون او لا، باش نعرفوا ربما تكون كتحس الاخت فاطمه بشي عياء او شيء من هذا القبيل، ربما مشكل الكورتيزون نقص عندها في الذات ديالها، لان خداته مده طويله، ربما الطريقه باش كنستعملها ماشي الطريقه اللي هي مضبوطه، كتطلع وتنقص كل ما عرفناش. فبالنسبه لها يعني خاصها تكون متابعه، كل ما حاولنا انه يتخذ واحد الدواء اللي غادي يحد من تطور المرض غيكون افضل، كل ما حاولنا ان نحبسه، ولكن حذاري بالنسبه للاخت فاطمه ما تجيش وتحبس لهذا الكورتيكويد يعني الرصا، ضروري يكون عندي مع استشاره مع الطبيب اللي خصو ياخذ جميع الاحتياطات انه اللي يقدر ينقص ولا يخلي اون بيتي دوز ولا يدخل ماده الكورتيزون. يعني حتى باش كنقصوها راه تدريجيا يعني باش ما كنصدموش الجسم ديالنا. بالضبط، لان الغده الكظريه ديالها غالبا توقفت على العمل، لان 14 سنه وهي كتناول بحال اللي كنامروا ذاك الغده ما تبقاش تشتغل، كنعطيو ذاك ماده الكورتيكويد والغده الكظريه لي سيغينال ما كيبقاوش يشتغلوا، فهنا كيولي واحد الخلل. فاللي جينا وحبسنا عليها الغده الكظريه غتكون فاشله، وغتكون واحد الاضطرابات كثيره في الجسم، فلا طونسيون كطيح، كيقدر الانسان يصاب بغيبوبه، كيقدر يعني يوقعوا مشاكل في القلب والشرايين، يعني مشكل كيقدر مشاكل كثيره كتوقع. فهنا النصيحه الاخت فاطمه انها تشوف طبيب الاخصائي في الطب الباطني او امراض الروماتيزم، المتابعه والتشخيص يكون مضبوط، الادويه يحاول كل ما حاول ينقص لها او ينقص يوقف لها الكورتيكويد غيكون افضل، وكذلك يهتم بالمضاعفات اللي كينتجوا عليها الكورتيكويد. فالدواء ديال الهشاشه العظام خصو تكون تاخذو دائما، تكون مراقبه ديال القلب والشرايين، السكري. الوغ لارتروز اللي تكلمت عليها ما عندهاش علاقه نهائيا، لارتروز كتبان مع التقدم في السن، الاحتكاك الغضروف اللي كنسميوه بالدارجه او مشكل ديال الغضروف. فهنا هذا كاين ادويه اللي كنقدروا نعطيوها في بعض الحالات، خصوصا بالنسبه للركبتين او بعض الادويه ديال الالم فقط، ما كاينش مع الاسف ما كاينش شي دواء اللي كيحد من التطور ديال لارتروز
تحفظ الى يومنا. ديك الحاله اللي كتحس بها فاطمه وشرحتها يعني وعبرت عليها بالشعور دغري انا بحال كيضربها الضوء حتى الوقت اللي كتكون ناعسه. نعم هنا يعني في هذه الحاله انها في الليل كتقفز ربما انا كنرجح الجانب النفسي اكثر ربما مع الامراض اللي كتعاني منها ربما حاله نفسيه اللي كتستدعي ربما ادويه اللي غتنقص من داك الضغط اللي باش يقدر تساعدها. نعم نمشيو هذه المره ومن بعد فاطمه من اسفي باش غادي نتواصلوا مع امل على الخط معنا من مدينه طنجه. صباح الخير امل. صباح الخير اخت قاسم. اهلا وسهلا بك مرحبا بك امل. صباح الخير دكتور. صباح الخير. انا سعيده الله يدخلها لكم بالصحه والسلامه. الف صحه وسلامه ان شاء الله امل. الله يخليك دكتور انا السيده اتصلت بك شي اسبوعين هذه كنت كنقول لك على المعاناة اللي كان عالي من سياتك وهذه كنت قلت لك انني اليوم تخرج لي النتيجه السكانير. أيه. وقلت لي ان عندي ليغنيس ديسكال وفعلا أيه. داكشي اللي خرج لي في السكانير جاتني عندي ايغني ديسكال جسمي اللي مات. انا الخبره هنا فين كتلعب الدور ديالها. كان نصحني الدكتور قال لي انا نمشي عند النوغوشيرجي ولكن انا رجعت عند الطبيب اللي متبع مع هاد المفاصل وقال لي باش ما نعملش العمليه دابا قامل لي حركه الرجل وهذه لقاها زعما مازال مزيانه يعني ما وصلش لدرجه الفشل وهذه عطاني ان تريتمون الحمد لله دابا توقف الامل تقريبا مره الحمد لله. يلا نمشي دابا شويه باقا نمشي شويه كنحس انا بحال الركبه كتخويا ولا هذه شويه شي اعراض بسيطه ولكن المشكل اللي وقع لي من الاعراض ديال الدواء اللي خديت. نعم دابا كنحس بحال هنا جيت الرقبه هنا كاين انتفاخ هنا انتفخ لي هنايا جيت هنا جيت العنق ديالي وكنحس بالجوع بزاف والعطش وكينشف لي فمي لاني خديت الحقن الكورتيكويد خديت ربعه ديال الحقن اتقبل الحقن. نعم وعاد ابار الكينات ديال الانتي انفلاماتوار. دابا وقفتي الادويه ولا مازال كتستعملهم؟ لا مازال تريتمون مازال عندي شي حاجه كناخذ مازال عندي فيتامين ومضادات الالم لي كورتيكويد وقفتيهم ربعه ديال الحقن اللي خديت فوالا خديت ما عرفتش هاد الاعراض اللي عندي كيفاش نتخلص منها واش ممكن تكون اعراض واحده اخرى ما بيناش ولا هادشي اللي علاش بغيت نسولك. واخا لا واخا امل نجاوب على السؤال ديالك. شكرا لك امل تواصلتي معنا من مدينه طنجه. تفضل دكتور بدغيري. الوغ بالنسبه للاخت امل فعلا تشخص المشكل ديال هي كانت تصلت بينا في حلقات سابقه في حلقه العاد السكانير فعلا فالسكانير بين انه فعلا عندها انزلاق الغضروف او ليغني ديسكال لكن الحمد لله انه في البدايه ما كاينش يعني واحد الضغط على العصبه ديال لو نيغ سياتيك او اللي حنا كنسموه بالدارجه بوزلوم فيعني كاين فقط واحد خرج من المكان ديالو وما ضغطش ما كاينش في الليغام او في السكانير كيبان واش فعلا كاين العلامه ديال الخطر انه في بعض الحالات ضروري تدار العمليه الجراحيه بعض الحالات ملي كيكون في البدايه ديالو او ما كاينش علامات خطيره كيمكن فقط يكونوا ادويه مع بعض النصائح باش الانسان ما يهزش ثقل ما يوقفش بزاف يعطي واحد القسط الراحه للجسم ديالو فمع الوقت كينقص الحريق وكينحيد ذاك الالتهاب بشويه بشويه ففعلا الادويه اللي عطاها الطبيب هما هادو فعلا كنعطيو في الاول ذاك 3 ايام حتى 4 ايام ديال الكورتيكو باش كنحيدوا الالتهاب لان كيكونوا عشق الحقن كل نهار كدير حقنه لمده 4 ايام ومن بعد كتستمر على هذه الادويه ديال مضادات الالم لي زونتي انفلاماتوار واحد المده معينه ربما بين 15 يوم حتى لثلاثه الاسابيع وكتوقفهم كيف ما كتعرفوا انه في اي ادويه جميع الادويه عندها مضاعفات او عندها اعراض جانبيه فهاد ربما هذه الحاله ديال الانتفاخ اللي حسيت به او ربما كتقتل ربما بحال الشكل ديال الجوع لان كنعرفوا ان لي زونتي انفلاماتوار كيقدروا ياثروا شويه على المعده كيكون التهابات المعده ما عرفتش واش الطبيب عطاها واحد الادويه خاصه بالمعده او لا من الافضل اللي ما كانش خلاتهم تستعمل ذاك الادويه هذه الفتره هذه ديال اذا تستشر مع الطبيب وتقول له على الدواء ديال الدواء نعم اللي غادي يحافظ على المعده ديالها في هذه المده هذه لان كيكونوا ادويه اللي قويه وتقدر تكون تاثير تقدر تسبب في التهابات او في قرحه المعده مع الوقت فمن الافضل تستعمل هذه الادويه مع الاسف ما شفتش المشكل اللي ذكرت في جيت الرقبه ديالها بحال انتفاخ ربما يكون حساسيه ربما يعني ما صعيب باش تشخص في هذه الحاله ربما يكون حساسيه لكن ان شاء الله مع التوقف ديال الادويه غادي يرجع الامور العاديه ان شاء الله. من بعد امل من طنجه هذه المره غادي نتواصلوا مع خديجه على الخط. اهلا وسهلا بك خديجه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. كنشكركم على هذا البرنامج القيم اللي كتقدموا لينا. العفو سعيده. العفو خديجه شكرا لك كل عام وانت بالف صحه وسلامه ان شاء الله. شكرا. السؤال ديالي هو البنت تاعي تصابت لي بمرض ضو الصفار. اييه. وبغيت نعرف المهم الطبيب قال لها خصك غير راحه وعطاها واحد ليباري. صافي المهم قال لها خصك الراحه تجلسي في الدار وترتاحي. نعم.
مهم من بعد واحد تيجور ترجع دير تعاود تحاليل باش نعرف هذا المرض واش معدي اييه وطرق العدوى واخا شحال نعم. الدنيا نعم شحال في العمر ديال البنيته ديالك؟ عندها 16 عام 16 عام وعندي اول مره كتصيب هذا المشكل ديال البوصفير اول مره ردان جهر ردان نعم طلعت لها شويه السخانه ربما بعد الالم في الدات ديالها في المفاصل في البطن ديالها نعم وهذه الصفوريه غادي ودابا كتنقص بشويه بشويه شويه نقصات شويه وعملت تحاليل في المختبر شخص المشكل عملنا التحاليل في الاول ودابا عاود من بعد ديجور قال لي عاود ثاني تعاود التحاليل نعم وقال لكم عندها مشكل ديال ليباتيت ليباتيت ا ما سماش النوعيه ديال ليباتيت لا ما قال ليش ما قال ليش نعم حاول تشوف التحاليل يطلب يعني يطلبها باش ربما يكون داكشي مضبوط باش يعني نعرفوا النوعيه ديال هاد ليباتيت شنو السبب ديالها واخا نجاوبك لا شكرا لك خديجه تواصلتي معنا اذا البنيته ديال خديجه في العمر ديال 16 سنه دكتور ودغيري قالت انه في التشخيص قال لها الطبيب اللي عندها بوصفير وطلب فقط غير الراحه نعم. على اساس من بعد 10 ايام غادي تعاود تحليله ويشوفوا النتيجه نعم. شنو هي سولات يعني خديجه الهاجس ديالها الاكبر هو في العدوى نعم. قالت واش هو كيعادي وشنو الطرق ديال العدوى الاخت عفاف كنا حصنا حلقه خاصه نعم. بالالتهابات الكبد فعلا الانواع كلها تكلمنا عليها فعلا في الحاله بالنسبه للسن ديال ديال الاخت خديجه وخصوصا النصائح اللي عطى الطبيب بانها دير الراحه وندير ان كونترول يعني واحد المراقبه من بعد 10 ايام فغالب الظن ان عندها ليباتيت ا لانها كتصيب الاطفال وكتصيب اليافعين كذلك في 15 16 سنه خصوصا في السن المبكر وانه فعلا العلاج فقط كيكون الخروج للراحه يعني بعض الحالات كنعطيو شي ادويه ربما بعض الفيتامين ولكن في الغالب ما كنعطيو حتى شي حاجه فقط الراحه والاكل يكون جيد متوازن حتى الاكل يكون شرب الماء نعم فعلا ما كاينش لان سيت ان فيروس فيروس ماشي بكتيري ديال سيت ان فيروس اللي هو الدات كتقاومو كتنتج واحد مضادات الاجسام لي زانتيكور دونك هاد لي زانتيكور غالبا داكشي اللي قلت على قبل التحاليل تشوف التحاليل ربما عندها هاد مضادات الاجسام لي زانتيكور كونتر ليباتيت ا فهنا غادي يكونوا عندها في التحاليل ديالها في الغالب كيكون عندها الانزيمات ديال الكبد غتكون مرتفعه بشكل كبير فغالبا الانزيم جيو تي جي بي تي غادي ما يكونوا طالعين بزاف والطبيب اللي غيشوفها غيعاود لها مراقبه باش يراقب هذاك الانزيمات ديال الكبد فين وصلوا فغالب من بعد 10 ايام او 15 يوم داك الانزيم كيبقاو ينقصوا بشويه 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 حتى كيرجعوا للحاله الطبيعيه فهنا ما عندهاش تخاف ان شاء الله الامور غادي لان اكثر من 90% ديال الناس كيجيهم ليباتيت ا والناس الاغلبيه اللي كتجيهم ما كيحسوش بها نعم فعلا كاين اللي ما كيحسش بها حتى كيقلبها بعد مرات يشوف التحاليل فما ما كيحسوش بها بعض الحالات كتجيبها كبوصفير وبالعياء وبالسخانه فطرق العدوى بالنسبه لليباتيت هي كدوز عن طريق الاكل أيه. او اليدين ملي كتكون ملوثه انسان دائما كنكون اكدنا انه دائما انسان قبل النظافه ديال الخضر اللي كنتقداو ديال الفواكه اللي كنتقداو ممتازه نعم. مساله مهمه جدا لان ليباتيت ا كدوز عن طريق الاكل يعني الترانسميسيون اورال مازال ليباتيت بي وسي كنا تكلمنا ان الترانسميسيون بار فاسانغين يعني على طريق الدم اما ليباتيت ا على طريق الاكل فضروري ان الناس اللي عايشين مع الاخت خديجه وهذا فخصها تاخذ الاحتياطات ديالها اذا التبصيل ديالها بوحديتها يعني في داكشي في هذه المرحله نعم وخصوصا كناكد على غسل اليدين قبل الاكل لان اليدين كوقايه للجميع ان الانسان قبل ما ياكل يغسل يده الانسان اللي فيه شي مرض من الاحسن ما فيهاش مشكل يعني انه يحاول ما يلصقش يعني مع الناس بزاف دكتور ودغيري ربما غير باش نوضحوا لخديجه نعم. اكثر ذاك الردد ديال العطس يعني مثلا الانسان اللي كان فيه بوصفير نوع ا وعطس حدانه ولا الكحه مثلا كاين احتمال كذلك تنتقل العدوى لا هو الاساليب يعني ممكن اللعاب اللعاب ممكن فعلا اما يعني حيت ماشي مرض اللي كينطلق كينتشر على طريق يعني القصبات الهوائيه هو على طريق فعلا اللعاب او اليدين اللي كتكون في هذا الفيروس هذا كدوز للشخص اخر واخا ونتمنوا ان شاء الله الشفاء العاجل لبنيته ديال خديجه نمشيو هذه المره باش نتواصلوا مع ام ريان على الخط اهلا وسهلا بك ام ريان الو السلام عليكم اخت عفاف وعليكم السلام ورحمه الله كنشكرك بزاف على البرنامج ديالك انت ودكتور دغيري مرحبا بك ام ريان شكرا لك عفاك انا بالنسبه للحاله ديالي انا كندرت واحد العمليه في 2013 على ليغني ديسك لومبير ودابا لحد الساعه مره الى جهت على راسي كتنوض عليا رجلي اليساريه كتنمل وشي مره كتبقى تعطيني بحال شويه الحريق والسؤال الثاني ديالي هو النوغوشيروجيان اللي كان دار لي لوبيراسيون قال لي بلي زعما كنا بالنسبه للحماله نقدر نحمل اييه
بغيت نسول الدكتور زعما كاين الا بغيت نحمل واش ضروري عاوتاني نتبع مع النوغوشيرجيان ولا واش ماما الحوايج زعما كاين الناس تقدر ندير واخا بالنسبه للوزن ديالك اخت مريم يعني كي داير الوزن كاين زياده في الوزن او عادي الوزن كنت في ديك الوقيته ديال الاوبيراسيون كنت غليظه بزاف كانت شي 84 كيلو الحق دابا مع كندير السبور وسميتو الريجيم نقص 28 كيلو ممتاز نعم تبارك الله عليك وشحال في العمر ديالك ام ريان 28 نعم تبارك ما شاء الله مازال صغيره الله يبارك فيك بارك الله فيك نعم الوغ بالنسبه للحاله ديال الام ريان انها دارت عمليه على مشكل ديال انزلاق الغضروف ديال فقرات الظهر اللي غني ديسك لامبير الحمد لله تكلت بالنجاح هذه العمليه كتحس مره بالالم بصفه طبيعيه لان اللي وقفت كثير او ربما جهدت على نفسها كيكون داك الضغط وربما يرجع الحريق خصها يعني كما نقولوا حنا بالدارجه تكيس على راسها يعني ما توقفش بزاف ما تهش تقل ما تطلعش في الدروج بزاف فعلا رياضه ممتازه ماشي او حتى الجري يعني مزيان بالنسبه للصحه ديالها باش لان المهم انه تحاول تحافظ على واحد الوزن لان هذا المشكل خصوصا مع الزياده في الوزن كيكون الضغط على الظهر وكيقدر يسبب فهاد الالم وبالتالي انه حتى مع الحمل ما كاينش مشكل ان تحمل ما كاين حتى مشكل تكون متابعه ربما يقدر يبان الحريق شي وقت في الحمل ربما في فترات متقدمه من الحمل مع الزياده في الوزن يقدر يبان الحريق وهنا خصها تشوف مع الطبيب ديالها لان كيعطيو بعض الادويه اللي خاصة بالألم وما خصش تستعمل لي زانتي انفلاماتوار اللي تكلمنا عليهم اللي تكون حامل تستعمل بحال الأدوية ديال الألم فقط لي زونتالجيك بحال الباراسيتامول في الفترة ديال الحمل باش أخف لأخف باش ما يكونش عند مضاعفات عند الجنين فعلا أما ما كاينش مشكل الحمل وتحافظ ممتاز يعني في الطريقة أنك تستمر وتقدر 28 كيلو ممتاز تبارك الله فممتاز تحافظ على الوزن ديال 60 أو ما سولناش على الطول يعني يبقى في 60 65 كيلو ممتاز نمشيو هاد المرة من بعد أم ريان في مكالمة أخرى هاد المرة غادي نتواصلوا مع ام محمد اهلا وسهلا بك ام محمد اهلا صباح الخير اخت عفاف اهلا وسهلا صباح الخيرات والانوار الخير بارك الله فيك الله يخليك الاخت عفاف كنشكرك بزاف على الدكاتره اللي كتجيبينا جبيلينا العفو هذا واجب تفضلي بارك ام محمد الله فيك. شكرا الدكتور مصطفى البدغيري الله يبارك فيك بارك الله فيك سيدي بغيت غير نسولك عافاك بعد الولاده ديالي تعرضت لعده امراض فقر الدم ونقص الفيتامين دي لدرجه وصلت 8 دابا مؤخرا وليت كنعاني من الم في المفاصل وتجمع الاصابع وانتفاخ للمفاصل ديال الاصابع دار لي المشكل من الصبع ديال اللي كنديروا فيه الخاتم من تما بدا كيتجمع بدا كيتحول المشكل من الصبع للصبع داز لي اليد اليمنى لا كيفاش واش كيتنفخوا المفاصل عندك المفاصل كيبداو يتنفخوا ولاو كيتنفخوا ولا الشكل ديال الاصابع ما بقاش هادي ولا في بلاصه المفاصل ولا من فوق الشكل ديالهم تغير اليدين بجوج والالم يعني الالم كاين في كل وقت ولا خصوصا في الليل خصوصا في الليل كيف الالم خصوصا بالليل ولا بحال النهار بحال الليل لا ما كاينش عندي الالم بالليل عندي الصباح ملي كنفيق كنلقى يديا مجموعه ما كنسرحها بزز وعلى طول النهار يقدر يسرح لي الصبع ديالي يقدر ما يتسرحش وهذاك الاشكال ديال الصبع ديالي الاصابع ديالي كلهم يعني ما بقاوش طبيعيين كيتقالوا عليك شويه الصبع عند يديك كتقال عليا يدي دابا تحول لي حتى المرفق ديالي حتى هو ولا كيعطيني الالم وبالنسبه للوزن نقص بزاف في الوزن وتساقط الشعر حاد وباقي كتعالج على مشكل فقر الدم مازال كتاخذ عليه شي ادويه مؤخرا مشيت لجوج دكاتره داروا لي زاناليز داروا لي التصاور كلشي عندي قال لي شي حاجه اللي خايبه مؤخرا قال لي الدكتور عندك هذا التهاب المفاصل عطاني واحد الفاني دابا بديت كنقص تدريجيا يعني وصلت نص حبه نعم الدواء اللي كنت كتنقص مع الملح يمكن قال لك نقص مع الملح قال لي حيد الملح ديفينيتيفمون خذي غير هذا الدواء ودابا قال لي بديت نقصي فيه تدريجيا باش نحيدو حيت ما يمكنش ناخذ واحد الوقيته طويله ومني استعملتي هذا الدواء كي حسيتي براسك مزيان ما كاينش حتى حسونه دكتور ما كاينش والو بالعكس زادت افن ظهرت عندي الحاله ما حدي وانا يدي كيعواجو نعم شحال دابا المده باش بديتي الدواء ديالك ام محمد دابا هذا هو اختي العام الثالث هذا هو العام الثالث 3 سنين 3 سنين تقريبا حنا بدينا في العام الثالث وما كاينش علاج لهذا المشكل اللي بان عندي انا ما كاينش وعندي تساقط حاد للشعر والنقص في الوزن وما كاينش انا في المفاصل او اماكن اخرى يعني في الكتف كان عندي في الركابي دابا الركابي من بعد الخطرات الركبتين بجوج كنحس بالفشل بالعياء
ما كنقدرش نوقف عليه. بعض المرات صافي كنحس براسي عييت صافي ما بقيتش. وكان عندي هذا المشكل الالم في المفاصل الكتافي دي في المرافق ديالي في كل شيء. الوقت اللي لقيت عندي مشكل ديال فيتامين دي خديت هذوك سميتو القريعات ديال فيتامين دي اياه بديت كناخذهم خديتهم تقريبا شي ثلاثه المرات الحمد لله ما بقاش عندي داك الالم الحاد ديال المفاصل. دابا المشكل اللي بقى عندي يا دكتور الله يجازيك بخير بغيت غير نعرف شنو فين عنتاجه. دابا حتى الاطباء ما بقاش عارف راسي فين عنتاجه. دابا جوج الاطباء في الروماتيزم المفاصل وسميتو شفتهم. دابا بغيت نعرف انا فين غنمشي باش نعالج هذا المشكل. واخا ام محمد نجاوب على اختي عفاف لك انا ممكن واحد السؤال بالنسبه لولدي. اييه الله يجازيك بخير. عندي ولدي عنده 5 سنين كيعاني من لادياري من الصغر. عندي مشكل معاه ودابا مؤخرا درت لي زاناليز قال لي شوف لي يكون عنده الجليتين مشكل ديال الجليتين ما عندوش فقر الدم الحمد لله ما عندوش ولكن المشكل منين جاي ما عرفتش الدكتور ما عطانيش واحد الجواب مقنع. قلت لي شنو قال لي راه عادي وشنو اللي عادي لا دياري دائما استاذه. نعم واخا نجاوبوا ان شاء الله على الاسئله ديالك. شكرا لك ام محمد تواصلتي معنا. بارك الله فيك دوزي لهاد الاخت سميحه الله يحفظها. واخا ما تقطعيش ام محمد وان شاء الله ترجعي لعند سميحه في ستوندار. اذا هي مجموعه وحنا كنقدروا الحاله ديال ام محمد. من خلال الكلام ديالها كنحسوا المعاناه وفعلا وتنقولوا راه لما الانسان كيكون داك المشكل الاول والمشكل الثاني ولما كيتعطل التشخيص وهي النقطه اللي شرتي ليها في البدايه دكتور مصطفى الودغيري كيدخل الانسان في ديك الحلقه وفي ديك الدوامه كيولي باغي يعرف غير التخصص اللي غادي يمشي عنده باش يتبع معاه وهي الحاله ديال ام محمد. بالضبط فيعني مع الاسف ان منذ 3 سنوات وربما باقي ما كاين واحد التشخيص يعني دقيق للمرض ديالها لانه حتى العلامات اللي كتحس بهم يعني فعلا واحد المجموعه ديال الامراض العلامات كيكونوا احنا نسميو دي سين فاغ يعني ما كيكونوش مضبوطين مع فكيكون بعض الالامات الام كيتنقل او في واحد المكان وكيمسح مكان اخر ربما كيكون شويه العياء ربما كيكون شي ولكن الشيء الاكيد انها فعلا يعني كتعاني كاين واحد الالم كتعاني استعملت الادويه وما عطاوش النتيجه خصوصا المشكل في اليدين ديالها فكاين تفخويه يديها الصباح ما كتقدرش تحل ما تقدرش تحلهم خصنا بها ندير غوياج ماتينال يعني كتلقى مشكل باش تحل يديها من بعد فاللي مهم انه تشوف الطبيب الاخصائي يعني كنصح ان تشوف اخصائي في امراض الروماتيزم او اخصائي في امراض الطب الباطني لان اللي مهم في هذه المرحله هي التشخيص نحدنا كاين ما كاينش تشخيص نحدنا كيف ما كنقولوا دائما كنعطوا ادويه بحال اللي كنجربوا واش غينفع الدواء ولا ما ينفعش وكنضيعوا الوقت. اسمح لي دكتور ضغيري في الحاله ديال ام محمد شنو الانواع ديال التشخيص اللي كتقدر تخضع ليهم؟ هنا اول حاجه خصهم فحص كلينيكي يعني خاص ضروري يكون واحد فحص كلينيكي دقيق جدا يعني يتفحصوا المفاصل يتفحص كذلك البطن نشوف واش كاين شي بولسيسات في الذات نشوف واش الجلد ديالها كي داير يعني الفحص يكون دقيق جدا الاعصاب كذلك خاصها تفحص لان واحد المجموعه ديال الامراض خصوصا المرض المناعه الذاتي كتصيب الجسم كامل كيقدر نلقاو شويه في المفاصل وما الاعصاب كذلك مقيوسين ربما كذلك ربما مشكل اخر في الجلد فواحد مجموعه ديال العلامات كيكون تصيبوا الجسم كامل وهذه من الخصوصيه ديال الامراض المناعه الذاتيه او مجموعه الامراض الروماتويد ديال الروماتيزم فيكون تشخيص كلينيكي فحص كلينيكي من بعد كنقول الفحص عباره التحاليل البيولوجيه مهمه جدا لان كتبين واش كاين التهاب في الجسم او ما كاينش كنطلبوا بعض التحاليل ديال الليمينولوجي يعني المضادات الاجسام اللي كنا تكلمنا عليهم واحد المجموعه عليه باش نعرفوا نشخصوا اش من نوع اللي كان شي مرض المناعه الذاتيه كنشوفوا التحاليل ديال العضلات لا فيتامين دي درتها ففعلا كانت ناقصه وخذت الادويه والحمد لله كان تحسن ولكن باقي عندها الالم واخا استعملت الفيتامين دي باقي كاين الالم يعني مشكل ماشي هذا الشيء اللي كتحس به ما عندوش علاقه بالنقص فيتامين دي ربما كان شويه ديال العياء ولكن هذا الالم او الانتفاخ عنده فضروري انها تستعمل تشوف الطبيب الاخصائي لان صعيب انه يكون تشخيص هكا في الهاتف انه يدير واحد المجموعه ديال التحاليل وتشخص واش مشكل ديال الروماتيزم واش مشكل ديال المناعه الذاتيه واش مشكل بعض الامراض النفسيه العضويه كذلك قد دير هذه الامور بحال هكا فكتطلب شويه الوقت ولكن من الافضل انها يعني تبادر في اقرب وقت باش نعم اذا عندها الاختيار ما بين زوج ديال التخصصات فهاد العلامات في الشكل كنصحها الطب الباطني واخصائي في امراض الروماتيزم. نعم السؤال الثاني اللي كان ديال ام محمد ونعطيوها على الاقل غير شنو الاحتمالات اللي تقدر تكون الدكتور مصطفى الودغيري في الحاله ديال الوليد ديالها العمر ديالو 5 سنين وقالت دائما عنده الحاله ديال الاسهال يعني من الصغر ديالو عملات ربما تحيليه
خاصة بالداء اللي كنسميوه الداء الزلاقي. نعم. قالت أنه ما كاينش مشكل نهائيا، عملات حتى تحاليل أخرى وقالت أنه حتى الطبيب ما عطاهاش جواب شافي. نعم، بالنسبة للوليد ديال الأخت أم محمد فتشوف الأخصائي ديال الأطفال، لأن فعلا 5 سنوات مجموعة ديال الأمراض كتهم الأطفال، ربما فعلا يكون فكان كاين أنه ربما كان مشكل ديال الانتوليرونس غلوتين فما كايناش، كاين أمراض أخرى كذلك التهابات ديال الأمعاء ممكن تقدر تسبب في هاد الإسهال المزمن، لأن المشكل ديال الإسهال المزمن مع الوقت كيولي يتسبب في مضاعفات، فالجسم كيبقى نحيف، كتولي مشكل ديال فقد الدم، كيولي مشكل ديال العياء، مشكل ديال النمو، فكل ما كان تأخير في التشخيص هنا كل ما يعني كيكون واحد انعكاسات على النمو ديال الطفل، وهذا ماشي في الصالح. نعم، غادي نمشيو هاد المرة في مكالمة أخرى باش غادي نتواصلوا مع أم مالكة على الخط معنا من مولاي إدريس زرهون. أهلا وسهلا بك أم مالكة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ما عطاك السر بنتي، انا بغيت نهضر مع الدكتور. مرحبا، تفضلي ام مالكة. مرحبا لك بنتي، انت سميه العزيزه. شكرا لك. مرحبا. بغيت نسول الدكتور، عندي الحرق في الركابي دابا دايره شي 14 عام وانا هكا. اييه. ودرت تحاليل ودوزت وكل شيء، تيقول لي ما عندك حتى شي حاجه. ودابا مخرج لي واحد الكينه، الا ما شربتش ديك الكينه ما نزيدش. نعم. الكينه ديال الالم، الكينه ديال الحرق، ما تحركش، كتستعمل الكينه ديال الحرق. هي الحرق، ودابا ملي كنعس على مطربات كاملين المطربات كيعقروني في الجناب ديالي وفي رجلي وكنتنفخ. نعم نعم. ومالك شحال في العمر ديالك؟ عندي شي 53 عام. 53 سنه واخا. ودابا الحرق بزاف، الا ما شربتش ديك الكينه بنتي ما نوضش كاع، ما نتحرك ما والو. دابا ديك الكينه بدات تدير لي الحرور في المسار ديالي. نعم. إيه. وشحال الوزن ديالك ام مالكة والطول؟ عارفه شحال القامه ديالك والوزن؟ الطول عندي شي متر وشي حاجه. متر وشحال؟ وهادي الوزن شحال؟ الوزن ديالك؟ 94. 94 كيلو. نعم. واخا، نجاوبوا على سؤال ديالك ام مالكة. شكرا لك تواصلتي معنا من مولاي إدريس زرهون. اذا واضح انه كاين زياده في الوزن. نعم، فعلا زياده في الوزن ممكن انعكاس. السن ديال 53 سنه ما خصهاش تكون في هذا الوزن. لا، يعني زياده كثير، الوزن زايد كثير بالنسبه للحاله الطبيعيه، ومساله طبيعيه انه غيكون الالم في المفاصل خصوصا في الركبتين وفي الظهر. الثقل كينزل على الركبي وعلى الظهر. فمع الوقت كيولي الاحتكاك ديال الغضروف مع الوقت، وكيبقى يوقع حتى وجاج في المفاصل ديال الركبتين، لكن داك الضغط كيكون قوي. فهنا مع الاسف كتستعمل فقط ادويه ديال الالم، يعني قالت انه اللي ما خدتش داك الدواء ما قدرتش تحرك. فعلا انا الدواء ديال الالم يلا كي عنده واحد الفعاليه ديال واحد المده ومن بعد كيحيد الفعاليه ديالو. فالحل مع الاسف انه بون التشخيص هو الاول، لان خاصها ضروري تخضع لواحد مجموعه ديال التحاليل خصوصا الفحص بالراديو بالاشعه، وكنشوفوا الحاله اللي وصلت لها هذا المشكل ديال الاحتكاك الغضروف ديال لاخت خوز دي جنو، وكان يمكن نقترحوا عليها بعض المرات بعض الادويه وربما بعض الحقن اللي كي ينقصوا داك الضغط على المفاصل، الحقن اللي كيداروا في الركبتين اللي يقدر يكون واحد المفعول ديال ربما ديال سنه باش كينقص داك الحريق. ولكن يعني العلاج المهم او الوقايه المهمه انها تنقص من الوزن ديالها، من حد الوزن زايد نحد غيبقى الالم، واخا نعطيو الادويه غيبقى يرجع هادشي في كل وقت. واخا، الا سمحتي غادي نمشيو باش نجاوبوا دكتور مصطفى الودغيلي على مجموعه من الاسئله اللي وصلتنا عن طريق رقم 5080. غادي نبداو باول سؤال من عند سمهان. سمهان كتقول في العمر ديالي 29 سنه، انا حامله دابا في 7 شهور، عندي واحد الحاله ديال الرجلين ديالي ما كنقدرش نحطهم فوق الارض نهائيا، كنحس بحال كنحطهم على العافيه. فكتسولك دابا دكتور مصطفى الودغيلي، واش هذه الحاله غير عندها ارتباط بالحمل وشنو التخصص اللي تمشي ليه؟ هي قالت بعض الناس نصحوها انها تشوف بودولوج، يعني داك الاخصائي في علاج امراض القدم. قالت انا كتحس بحال العافيه الوقت اللي كتبغي تحفطب، يعني ولا تسقم بالرجل ديالها. يعني كتحس بالعافيه، حنا كنسميو دي دولور نوروجين، يعني المشكل في العصب ديال رجليها، لان هاد العافيه او هاد الحاله ديال ما تقدرش تصطم على رجليها. فهنا غالبا المشكل ديال العصب ديال رجليها سي نورولوجيك، يعني النوروباتي. فهنا تشوف طبيب اخصائي في القدمين لو بودولوج باش يشوف واش ما عندهاش شي ربما شي مشكل خلقي ديال رجليها. ولكن كذلك تشوف اخصائي في امراض الروماتيزم، ربما تحتاج شي ادويه في هذا الوقت هذا ديال الحمل، لان ربما كيكون شي ضغط ناتج على الحمل.
الحمل ويمكن يعطي هذا الالم في هذه الحاله. هذو احتمالات فقط فضوي ان تشوف اخصائيين باش تشخيص. معنا كذلك اس ام اس هذه المره من عند المستمع اللي هو ابو خالد كيسولك دكتور مصطفى الودغيري على الناس اللي عندهم المرض ديال جوغرين، وقال انا كنت سمعتكم مشكورين هضرتوا عليه في احدى الحلقات، بغيت غير نعرف واش ما كيجيش فقط غير في العينين وفي الفم حتى في الانف، يعني قال هو عنده نشوفيه في النيف ديالو لدرجه اللي هي كبيره بزاف، بعض المرات كيوصل حتى لانه كيتخنق، هو ربما شاف طبيب اخصائي في امراض الحساسيه والجهاز التنفسي قال له ما عندكش مشكل نهائيا، ولكن قال حتى في الحاله ديال الزكام ديما الانف ديالو هو ناشف. نعم، لان بما ان المشكل منحصر فقط في الانف فعلا كون السؤال انه فعلا واش ما كاينش مشكل ديال الحساسيه من غينيت اليرجيك اللي يقدر تحت هذه النشوفيه ديال الانف. بما ان شاف الاخصائي واكد له ان ما كاينش مشكل في الحساسيه، فعلا المشكل ديال الشوغرين هو اجتفاف كيصيب لي ميكوز، يعني في واحد المجموعه ديال الاماكن في الجسم خصوصا الفم، العينين، في الاعضاء التناسليه، الجلد كذلك، القصبات الهوائيه، وممكن كذلك الانف. فيعني قليل فاش يكون فقط المشكل منحصر في مكان واحد، غالبا كيكونوا هذه الاماكن كلها كتكون مقيوسه، ولكن تشوف يشوف الاخصائي باش نعم يشوف واش كاين مشكل. زهره من العيون كتسولك دكتور مصطفى الودغيري على الناس اللي عندهم نقص على مستوى الفيتامين دي، واش غادي يبقاو ياخذوا العلاج طول حياتهم؟ فهي قالت في كل مره كدير تحليله كتلقى راه مازال المشكل كاين، هذه تقريبا المده ديال 7 سنين. نعم، هذا المشكل في الناس اللي عندهم نقص ديال الفيتامين دي، هذا النقص كيتكون عبر يعني سنوات. نعم. تراكم ديال سنوات، انسان اللي كياخذ واخا كياخذ داك لا فيتامين دي كيبقى ناقص، ف لان المخزون فيه مشكل، المخزون باش يطلع للمخزون كنعطيو واحد الكميه قويه في الاول ومن بعد كنبقاو نعطيو واحد الكميه باش كنحافظوا ليه على داك لا دوز، داك الكميه اللي كتحتاج الدات في اليوم هي 800 يونيتي في اليوم، 800 يونيتي في اليوم كنعطيوها يعني باش نعوضوا داك داك الحاجيات ديال الجسم، فكيتخذوا عبر اقراص او عبر نقاطي كيداروا في الماء. لكن ملي كيكون المخزون ناقص كنعطي واحد الكميه كبيره على مراحل، مره في 15 يوم حتى كيطلع داك المخزون الحاله العاديه وكنحافظوا عليه، وخصوصا الناس الكبار، الناس الكبار ما كيخرجوش للشمس، كنعرفوا ان نتكلمنا على ان المصدر للفيتامين دي هو الشمس. الناس اللي ما كيخرجوش على برا وما كيشوفوش الشمس كيكونوا اكثر عوده ان المخزون ديالهم دائما كيبقى ناقص، واخا يعوضوا واحد المده كيرجع عاوتاني كينقص. كل الشكر ليك الدكتور مصطفى الودغيري طبيب اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه، وبيك غادي نختموا سنه 2015 لانه اليوم كانت اخر حلقه في برنامج صحه وسلامه خلال هذه السنه. اطيب الامنيات ليك ان شاء الله كل عام وانت بالف خير وبالف صحه وسلامه. بارك الله فيك. شكرا لك. احنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، غادي نتسناو ان شاء الله موعد جديد مع موضوع جديد، دائما كيهم الصحه والسلامه ديالكم الاسبوع الماجي ان شاء الله يوم الاثنين. وفي 2016 كنوعدكم بمزيد من الجهد من الاجتهاد باش نقدموا لكم دائما كل ما هو مفيد لصحتكم ومفيد ايضا لسلامتكم. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد، كانت معكم وراء الميكروفون وفاء فائز فندار رفقتني في الاخراج، وسامحه مشكوره كانت استقبال مكالمتكم. صبيحه سعيده، الى اللقاء.